رحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة دائما في إطار التوضيحات، ويعني لقد وضحنا ولكن نعيد التوضيح، يعني توضيح من فوق توضيح من تحت توضيح. فيعني لا أحد أصبح الآن في العصر الحاضر مع الميديا مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا أصبح أحد، ليس هناك أحد يجهل هذه الأشياء التي الآن كل الناس يعني علمها الناس كلهم، من المبيدات ومن المضافات الغذائية ومن البلاستيك من طرق الطبخ من الأشياء الخطيرة التي الآن تستهلكونها الناس، حتى في الكوسميتيك في مواد التجميل، حتى في الألبسة، حتى في الأفرشة، حتى في البيئات، في السيارات، يعني مشكل المياه، مشكل الأغذية، يعني ليس هناك أحد الآن يجهل، لا أحد يجهل هذه الأشياء، قليل من الناس من يجهل أو قليل من هو لا يقتنع. وهذه فإن شاء الله نحن نريد أن نعيد بالناس هذه الأشياء ونقرع أسماعهم لكي لا تكون هناك كوارث. هذه النصائح مع الأسف الآن لا تطبق، الناس لا يطبقونها. نعم تعجبهم يعني تعجبهم جيدا هذه النصائح، ولكن لا يطبقونها، يعني لا زالت عندهم يعني أشياء في منازلهم يشترونها من السوبر ماركت ومن الأسواق، أشياء مصنعة، ولا زالت البيوت مملوءة يعني بهذه الأشياء لأطفال الصغار وحتى للكبار، ولا زال الناس يفتحون العلب ويتغدون ويتعشون، ولا زال الناس يخلطون الأكل، ولا زال الناس لا يعرفون يعني أخطار خلط هذه الأكل، يعني الدسم، حتى الأشياء الدسمة مع الأشياء المحملة بالسكر أو بالسكريات. يعني لماذا هذه النصائح لا تطبق؟ لماذا هذه النصائح لا تطبق؟ ثم في الأخيريات شخص ما ويسأل، لا زلنا نتلقى يعني آلاف الأسئلة، يعني أنا عندي غدة درقية ماذا أفعل؟ عليهم لقد نصائح الناس ماذا يفعلون؟ فلماذا هذا السؤال يتردد؟ إما لأنهم لم يروا يعني هذه المعلومات، لم يدخلوا للقناة فايت تي في، يدخل في قناة فايت تي في وينقر على فيديو على اللائحة بلاي ليست، ويعني دخل شوف يعني الأشياء التي يعني تنقصك والتي يعني فاتتك ولم ترها، لأن هذو يعني السبسكرايبرز هذو الذين التحقوا بالقناة تقريبا 100,000 الآن، من أكثر 180,000 تقريبا في ظرف 4 أشهر. هذو ربما يكونوا لم يطلعوا على الفيديوهات يعني على المحاضرات القديمة، مش المحاضرات القديمة، فيديوهات هذه من هذه السنة. ثم هذه الفيديوهات الجديدة هي الفيديو وليست أوديو، وأن يتجنب الناس استماع المحاضرات الأوديو القديمة، محاضرات أوديو قديمة يعملون لكم عليهم عناوين براقة وجذابة ومفزعة، وصور دكتور فايد مختلفة، صور مختلفة، ويعني انظروا ماذا يقع، وإذا تناولت هذا وهذه علاج، وهذه الحبة المهمة لهذا، وإذا لم تستهلك هذا، وإذا استهلكت هذه فلك، صورة الدكتور فايد عنوان جذاب يعني، وهذه أصبح البيع والشراء، البيع والشراء في معلومة الناس، وهذه تعتبر أكبر من سرقة المال، سرقة المعلومات تعتبر جريمة أكثر من سرقة الأموال، فهي تعتبر كذلك سرقة وتعتبر تعدي على صاحبها، لأن هذا الـ هذا الـ هذا الإنتاج كلف صاحبه هذه الأشياء. ويجب أن يتوقع على الأقل المتابعين لفايت تي في أن يتيقنوا قبل أن يدخلوا، لما يروا الصورة أن يتقنوا هل فايت تي في أم موقع آخر، أن هناك مواقع تعمل لكم نفس الصورة ونفس العنوان لكنها أوديو، الفرق أنها أوديو، أن لا يقدرون على الفيديو، يعني الفيديوهات غادي نعرفهم الناس بأنهم قدام، لأن يعني ما زال عندي لحية يعني شعر أسود وما زال يعني. أما هذه الأشياء الجديدة في فايت تي في فهي الفيديوهات التي يجب أن يراها الناس. لماذا؟ لأن حتى التغذية تغيرت، حتى الجو تغير، حتى ما يمكنش الناس يتبعوا يعني محاضرة 2008 و2009 يعني و2010، الأشياء التي تستمعون إليها الآن في هذه الأوديوات هي 2009، مسجلة في 2009 هذا البرنامج هذا الذي كان يعني مع الإذاعة، وهم الآن يقطعون هذه الأشياء هذه ثم يبيعون ويشترون فيها، ولكنهم يبيعون ويشترون يعني بجهل الناس، يبيعون ويشترون بجهل الناس، لأن الشخص يرى الصورة وينقر هكذا. فتأكد من الموقع وهذه العنوان، إذا رأيت عنوان مثير فلا تدخل لأي موقع لا على فايد ولا غير فايد دائما، لأنه يستفزون الناس بهذه العناوين، إذا رأيت عنوان ليس هذا كذا فلا تدخل، على الأقل لا تدخل، يجب البايكوت، يجب أن تقاطع هذه الأشياء. فلماذا؟ لأنهما يتاجرون في جهل الناس، لما يعلمون أن الناس يجهلون وأن لما يروا صورة فايد فأنهم يدخلون، وهذه كانوا يعملونها لأشخاص أخرى ليس في الدكتور فايد، كانوا يعملونها لبعض يعني
شخصيات اخرى يعني قبل مني كانوا يعملون هذا الشيء، يعملون حتى في الورقيه، الصحف الورقيه كانوا يعملون صوره شخص ثم ينظر صوره شخص ويشتري هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذه المجله. فيجب ان ينتبه الناس لهذه الاشياء. فالنصائح وصلت للناس، والنصائح الناس كلهم وصلتهم هذه النصائح. دابا الان بدا التشكيك، حبوب الكتان مسمومه، الحبه السوداء مسمومه، الحلبه مسمومه، اليانسون مسمومه، البطاطس مسمومه، اذا طحنت إذا هذه حبوب الكتان يجب ألا تطحن، وإذا طحنت تصبح مسمومة، الحبة السوداء إذا طحنت تصبح مسمومة. فأين تعلموا هذه الأشخاص هذو؟ نحن يعني أين أشخاص هذو؟ هذو إما يكونون يعني هذو مرتزقة الإعلام، ليس مرتزقة الإعلام إنما مرتزقة النصائح الغذائية، والآن أصبح مرتزقة كثيرون الآن هادو في هذا الميدان ديال الميدان الغذائي، لأن الشخص ليس معه دكتورة، شخص ليس لديه مختبر بحث، شخص لم يمضي يوم واحد في المختبر ليقيس ليذوق المرارة البحث العلمي، وليس هكذا يعني يأتي بالمعلومات ثم يقولها الناس ويبتسم ويعني أمام الكاميرا ويعني ولبس يعني ملبس يعني جيد هو اشتهر إلى آخره. هناك أشخاص كثيرون الآن مروا على أمواج الإذاعة في المغرب وقدموهم على أن أساس دكاترة مختصين، هم ليسوا دكاترة وليسوا مختصين، وهذه الأشياء حان الوقت بأن يحاسب الناس على هذه الأشياء، حانق الناس بأن أي شخص يدلي بحجتي ويدلي بأشياء هذه. فيجب أن يحتاط الناس من كثرة النصائح، وأن يحتاط الناس من النصائح التي تأتي من أشخاص ليسوا في الميدان، لا باحثين ولا ملمين ولا أساتذة ولا أي شيء. ويعني هذه المعلومات وصلت لكل البلدان، كل البلدان ناطقة بالعربية، يعني بلدان الخليج ومصر والسودان يعني، وحتى يعني هذه الدول المغرب الكبير، وحتى الجالية في أوروبا والجالية في أمريكا والناطقون بالعربية كلهم وصلتهم هذه الأشياء، يعني وصلتهم المعلومات. والحمد لله عليه، الحمد لله أن الجالية العربية وليس المغاربية، الجالية العربية كلها من سوريين ويمنيين وعراقيين ويعني فلسطينيين ولبنانيين الذين يعيشون في كندا وفي الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي الدول الاسكندنافية، هذو يطبقون أكثر من الأشخاص الذين يقتنون هذه البلدان العربية، يطبقون أكثر، لدينا رسائل من كندا والولايات المتحدة ومن فرنسا ومن بلجيكا ومن ألمانيا ومن هذه الدول، يطبقون هذه النصائح أكثر من بلداننا، وعلى رأسهم الجالية المغاربية، الجالية المغربية الجزائرية، يعني هادو المغاربة والجزائريين في فرنسا وفي كندا وفي الدول الأخرى هادو يعني أصبحوا يطبقون هذه الأشياء، هما عليين هما المجتهدين في التطبيق. ولكن كين الآن دول تهلك، دول الخليج تهلك الآن، دول الخليج تهلك لأن الاستيراد، بحكم الاستيراد وبحكم المنتوجات المصنعة التي يعني هذه الدول قادرة على يعني على الاستيراد، لأن عندها دخل قوي، دخل مرتفع، فهي تشتري كل شيء، فكل الأشياء تشتري يعني من لحوم الفراخ، الدجاج، ديك الرومي، يعني الفواكه، الحبوب، الزيوت، هذه الزبدة اللي كيسموها زبدة نباتية، ليست زبدة نباتية، ليس هناك زبدة نباتية، النبات لا يعطي زبدة، هي زيوت مهدرجة وأصبحت زبدة، الناس لا يزالوا يتكلمون عن الزيوت المهدرجة، ليس هناك زيت سائل مهدرج، الزيوت المهدرجة ليست سائلة ولا تصلح للقلي، الله يجزيكم بخير، الزيوت المهدرجة هي تصبح صلبة، وهي اللي سميوها عندكم في دول الخليج وعندنا حتى في دول المغرب الكبير يسميوها الزبدة النباتية، المارغرينات، الزيوت المهدرجة هي المارغرينات، ويجب أن يكف الناس وأن تضليل الناس، أن هناك بعض الناصحين لا زالوا يتكلمون عن الزيوت المهدرجة، وهناك يعني من يسمون أنفسهم في بعض الدول العربية عليهم كل شيء فيها النصائح، دابا مصر ويعني لبنان سوريا كين الناس الآن الإذاعات الفضائيات، عندنا خبيرة في علم التغذية، خبير في علم التغذية، ثم يبدأ يقول لناس هاك شاشي، ماذا تعلم هذا الشيء؟ تعلم الكيروكيلا، الكيروكيلا اللي عطيها ليه الدول الغربية، كيروكيلا هذا الشخص لم يدرس زيت الزيتون ولم يدرس لا الفول المدمس ولم يدرس لا عدس ولا أي شيء ولا 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 حلزون، هذا الشخص درس السيريز اللي كيف تربيهم ودرس الأشياء ديال هذا البيض المزارع ودرس أشياء هذه، لأن الكيروكيلا فيها دراسات التي يدرسونها، هم لا يقدرون على أن يدرسونا ما نأكل، لا يمكن لا يمكن. فهاد الناس اللي كيسميو روسهم يعني خبراء يتكلمون عن كلمة بيض هكذا في السماء، أي بيض
بيض المزارع الصناعية ولا بيض البري الدجاج الذي لا زال يعني يربى الفري رانج هذا الذي يربى. ما يتكلمون عن زبدة، أي زبدة؟ هل الزبدة المتخمرة أو الزبدة الصناعية أو الزبدة المصنعة أو الزيوت المهدرجة؟ أي نوع من يتكلم عن زبدة بها سيدي؟ بيقول للناس ستقتلهم إذا تكلمت عن المنتوج. قل ما هو؟ الجزر غني بالفيتامين، أي جزر؟ هل المغير وراثيا؟ هل البوري؟ هل المسقي؟ هل الذي أنتج في شهر 9؟ هل الذي أنتج في شهر 3؟ يتكلم عن أي شيء؟ أسماك، سمك البحر أم سمك الأحواض؟ هل نوع السالمون أم نماء التونة أو نوع التونة؟ لا، ليست لي هكذا. السردين جيد للصحة، نعم. أي سردين؟ نعم نريده. فأين هو عندك؟ هم لا، يعني يجب أن يوضح الناس وإلا أن ينسحبوا من الميدان، سيضللون الناس وسيقتلون الناس. ينسحبوا من الميدان لأن يكون فيه دراسة علم الأغذية وليس التغذية، الفود ساينس، يكون فيه دراسة علم الأغذية والإلمام بالصناعة الغذائية والإلمام بالإنتاج، ممكن تنصح. ولكن تأخذ شيء من الفوق يعني من الوراء وتقول الطماطم جيدة، البندورة يعني في لبنان وفلسطين يقول البندورة والبندورة، هذه الطماطم أو البندورة جيدة، هي أي طماطم مغيرة وراثيا ومنتوجة في أي فصل وفي أي بلد منتوجة وأي نوع من الطماطم، هل الصغيرة أم الكبيرة الحجم أم؟ فهذه النصائح هذه لقد وصلت للناس مع الأسف لم تطبق، الذين سمعوها لم يطبقوها، ولا زالوا يسألون عن علاجات. والله يا عجب، يعني لا زال يعني يأخذ أسباب المرض ويسأل عن علاج، عن عشبة وعن دواء وعن هذا. نحن قلنا كلمة فصل، لا يمكن أن يكون علاج لا في السماء ولا في الأرض إلا لما يغير الشخص نمط عيشه، لما يمتنع عن أسباب المرض ثم يسأل عن علاج. ممكن يوجده، ممكن يجد علاج، ولكن يجب أن يمتنع عن الأسباب التي أدت به إلى الهلاك أولا. لا زال يستهلك هذه المسببات للمرض ثم يسأل عن العلاج، فسبحان الله هذا شيء يعني غير مقبول. الناس يعالجون على الحساسية والربو، ولا زالوا يستهلكون مسببات الحساسية والربو، الألرجينات الموجودة في المعدة. على الأقل أقل الأشياء أضعف الإيمان يتوقفوا عن المشروبات الغازية اللي فيهم ملونات وعن المكونات اللي فيهم الصوربيت والبنزويت، ويتوقفوا عن الحليب على الأقل. بعد يقطعوا على الأطفال مشتقات الحليب والمواد المصنعة لأن فيها ملونات تارترازين وفيها الإكرايلاميد وفيها الأشياء هذه، ثم يسألوا عن علاج. لا زال الطفل يأكل مسببات الحساسية وأمه تسأل عن علاج. هناك شيء ما غير واضح، ما شيء ما غير واضح. يعني لماذا هذه الدول لما تتكلم بلغتها أنجليزية أو ألمانية أو إسبانية أو فرنسية، لماذا تتكلم يكون دكتور ينصحهم بلغتهم؟ يتكلم بهدوء ويتكلم شيء قليل، ولكنهم يتبعون هذا ثم يصبحون ويقولوا الدكتور فلان قال، يصبحون يعني بحال يؤدونه يجازونه بذكر اسمه وبتعظيمه ويعني باحترامه. ونحن نسرق المعلومات، نستمع إلى محاضرة ونسرق المعلومات ثم نعيد تسجيلها باسم الآخر. وهذه ما شاء الله لا توجد هناك فيديوهات كرر أصحابها بعد النصائح التي سرقوها إلا باللغة العربية، لا توجد لا بالفرنسية ولا بالإنجليزية ولا بالإسبانية. ولذلك تعمدنا أن نسجل بالإنجليزي بالفرنسي مباشرة لكي لا يترجم الناس. جميع الفيديوهات ستلقى باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية لكي نقطع الطريق على هؤلاء الذين يسرقون هذه المعلومات، لأن أشياء يعني تكلمنا عنها ما كانت تأتي على بال أحد، حتى أصبحنا نسمعها في المعشبات وفي الأزقة هكذا الناس يتكلمون بها. سبحان الله، وأخذوها خاطئة، أخذوها مقلوبة لأنهم لم يفهموا ماذا قلنا. وبعض الأشياء يأخذونها مقلوبة هكذا يعني، ثم لما تكون سيئة ينسبونها إليك، ولما تكون جميلة ينسبونها لهم. هذه فالمعلومات وصلت للناس والنصائح كلها وصلت للناس، ولن تنقص الأمراض ولن تتوقف الأمراض، وستزداد الأمراض إذا انزوى الناس وإذا تهور الناس مع هذه النصائح، الأطفال والنساء والشيوخ والأشخاص. يعني الهلاك الآن في العالم العربي كله، الآن الهلاك للبروستات،
تضخم البروستات وسرطان البروستاتا عند الرجال. أبسط شيء، أبسط شيء يتوقف عن تناول اللحوم والألبان، كل اللحوم، الدجاج والغنم والبقر وكل كل اللحوم، كل أنواع اللحوم، حتى خضر مطهية مع اللحوم لا، يتوقف عن اللحوم. أبسط شيء نصيحة يعني، يتوقف عن اللحوم فقط، ثم ينظر بعد، على الأقل ينظر كيف يحس هو. ما هذا الأشخاص اللي عندهم حساسية، نصحنا بأن يتوقفوا عن جميع المواد المصنعة، البروسيسد فود، جميع المواد، الجانك فود والفاست فود، أن يأكلوا طبخ المنزل وأن يأكلوا أشياء طبيعية ما أمكن، ويطبخوا بزيت الزيتون. لا زالوا يعني يأكلون أشياء في الأزقة وأشياء هكذا، حلويات، بسكويتات، سوفت درينكس، هذو المشروبات الغازية، نقانيق يعني، أجبان إلى آخره، ثم يسألون عن 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 الأدوية، ويأخذون الطفل في الثانية عشرة ليلا إلى المستعجلات، ثم هذا. فعلى الأقل هذه النصائح إذا لم تطبق، هذه النصائح إذا لم تطبق ستبقى الأمراض، مشي ستبقى على ما هي عليه، ستزداد بخمسين ومئة في المئة هذه الأمراض. لماذا؟ لأن بحكم التلوث، وبحكم يعني الستريس، بحكم سرعة العمل، وبحكم الهواتف الجوالة، الهواتف الذكية، وبحكم التكنولوجيا التي تحيط بالناس، بحكم انخفاض فيتامين دي، بحكم انخفاض الحمض الفوليك، بحكم انخفاض الفيتوستروجينات، بحكم انخفاض مضادات الأكسدة، بحكم انخفاض هذه الألياف الغذائية في التغذية، ستزداد الأمراض 200 و300%. ولا يعني نحن لا نتمنى يعني هذه الأمراض أن تبقى، ماشي تزداد ولا تبقى شيء، ولكن مع الأسف الشديد، وآسف آسف آسف جدا آسف، أن لو طبق الناس هذه النصائح 50% ما كانوا إن شاء الله حتى يفكروا في يعني يذهبوا إلى 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 يعني إلى إلى, 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 إلى المستشفى. لكن مع الأسف يعني يسمع هذا، وأصبح مرض، هذا يعني مرض اللامبالاة والتهور، هو في حد ذاته نفسه، أن يسمع شيء يعجبه، المشروبات الغازية فيهم طارترازين وفيهم ملونات، شيء جميل، دكتور فلان، شيء جميل، ولكنه يشرب، النقائق فيهم المونوسوديوم جلوتاميت، فيهم الملح الصيني، وفيهم السوربيت، وفيهم بنزوات، فيهم النيتريت، وفيهم الكاراجينان، وفيهم أشياء جميل جدا، يا لطيف، نعم، ولكنه يستهلك، ولكنه يأكل. هذا الزيوت هذا المكررة، مش المهدرجة، الزيوت المكررة التي تطبخ بها الناس. أنا أستعمل زيت الذرة جيدة، من قال لك أنها جيدة يا سيدي؟ زيت الذرة جيدة، وزيت واحد يقول زيت الصوجة خفيفة جيدة، نعم، ولكنها ريفايند، هي مكررة، هي فيها BHT، هي فيها مكونات مسرطنة، هذه فيها ترانس فاتي، وهي يعني الريفايننج يعطيها ترانس، وهي فيها مسرطنات، هذه هي لطيف، ولكنه يستهلكها ويشتريها يعني ويطبخ بها. هذه فإذا لم تطبق هذه، تطبق هذه النصائح، فآسف ثم آسف ثم آسف يعني. والذين طبقوا يعني بخمسين وستين تغيرت أحوالهم إن شاء الله إلى أحسن، وأصبحوا بصيدة جيدة بشهادتهم هم، وأنا لا أعرفهم ولا أعلمهم، الذين غيروا نمط عيشهم أصبحوا بصحة جيدة، والذين يقولون بأنهم غيروا ولم يصبحوا بصيدة فهناك خطأ، هناك خطأ، إما كوسميتيك، إما حبوب منع الحمل، إما أشياء. غيرت نمط عيشي وأطبخ بزيت الزيتون ولا أكل لحوم، ولكنني أحس، نعم تحس، لأن يلزمك عامين وثلاث سنين وأربع سنوات كي يطرح جسمك السموم التي ركامها في 30 سنة، يلزمك سنة وسنتين وثلاثة، وليس تطبق هذا 5 أيام تقول أنني لم أحس بشيء، نعم ستحس بشيء إذا طبقتها سنة كاملة، ولكن بدون الحبوب، تناول الحبوب منع الحمل، وبدون استهلاك ولو قسط بسيط مع يعني تطبيقك لهذه النصائح، ولو أخذت علك مرة في أسبوع فهي مضرة لك، يا إما تتبع النصائح وتغير نمط العيش، وإما لا تغير نمط العيش. أما تقول نعم أبقى على قهوة وأبقى على هذه ولكن أغير هذه، لا ينفع، ونحن لم نمنع الناس ولم نحرم على الناس شيء، لم نحرم النشويات كلها، ولم نحرم البقوليات كلها، ولم نحرم السمك، ولم نحرم زيت الزيتون، ولم نحرم الجوز ولا اللوز ولا التمر ولا الخضر ولا الفواكه ولا خشش الأرض ولا الأوراق الخضراء ولا أي شيء، لم نحرم، لم نمع هذه الأشياء. فلماذا يقول قائل أن يعني هذا فايد لم يترك لنا شيء؟ لأنك تعيش على المواد الصناعية، لم أترك لك شيء، نعم، لأنك أصبحت تعيش على هذه الأشياء. على شيء أنا لم أمنع الناس من شيء، ولم أبدا، ولم النصائح كلها تركت للناس كل شيء على وجه الأرض، أنا لم أحدد لهم فاكهتان في اليوم وثلاث خضار باللائحة الذي يحدد لهم أخصائيون،
ثلاث خضر وفاكهتان ونص بيضه وقشطه و... هذا ضحك، هذا تخلف، هذا تخلف. هذه انا تركت للناس كل ما يخرج من الارض، تركت للناس كل ما خلق الله، كل المأكولات، يعني يأكل براحة إن شاء الله، شريطة أن لا يكثر، ولكن لم أمنع على الناس أي شيء. فلماذا أتهم، يتهمونني بأنني يعني حرمت على الناس؟ أنا لا أحرم ما أحل الله، ولم أحرم على شيء، ولم يعني هذا. فالناس شأنهم هذا، وهم أحرار يعني في اختيار أي شيء. هذه نصائح مجانية للناس، يعني نعطيها للناس لنعلم كيف شاء، ولا نريد بها أي شيء، ولا نكسب منها، وليست لنا عيادة ولا شركة، ولا نكسب من هذه الأشياء. يعني الفرق ما بين شخص يعطي معلومة وفرق ما بين شخص يعطي معلومة مقابل لأنه منتجات يبيعهم أو لي عنده عيادة يريد أن يشتهر. فالإذاعات المغربية عندنا، الإعلام المغربي كله كان يستضيف أطباء، كلهم أطباء يعني يعملون إشهار لهم. وهذا حتى النصائح التي تعطى في الإذاعة في الإعلام الرسمي يجب أن تراقب، مش شخص يجيبه هكذا ليشتهر ويقول للناس، وليس تخصصه وبعيد عن التخصص، يجب أن لا ينصح الناس بهذه الأشياء. وأنا كما قلت حان الوقت لكي يحاسب الناس على هذه الأشياء، فإما أن يكون متخصص وإما أن يعني يترك الميدان. يعني لماذا؟ لأن هذا الأغنوتولوجي وهذا كثرة التشكيك في الأشياء والميديا الآن، يعني هذا اللي كنسميه الميديا لايز، هذه اللي الكذب عبر الميديا، أي شخص يكتب أي إنشاء، أي نشر أي خبر هكذا، يعني مثلا حاجة مسمومة أو شيء وهي لا أساس لها. يعني شيء لما لا أتدخل لأوضح للناس، ولما لا أتدخل في المادة، فيجب أن لا يكثر علي الناس الأسئلة لأنني أعلم كل ما ينشر. فلما لقد سمعنا يا أستاذ بأن فلان قال، يعني ماذا، بما أنني لا أقول شيء، فيعني يا سيدي كل واشرب هنيئا مريئا. لو كان فيها خطر كنت يعني لا أسكت عليها، ولن أسكت على أشياء الخطيرة. فما دمت لا أتكلم عن الشيء فهو آمن إلا أن أتكلم عنه. وإذا سمعت شيء من شخص آخر فليتحمل هو مسؤوليته، واسألوه هو ولا تسألوني أنا. ما رأيك في شركة تبيع منتوجاتها؟ وما لماذا تريدون رأي في شركة تبيع منتوجاتها؟ فأنت قلت شركة تبيع منتوجاتها، فلماذا تريد رأيي أنا؟ فهي شركة تبيع منتوجاتها، هي لا تعالج الناس، هي بزنس، هي تبيع منتوجاتها. لماذا تسألني ما رأيك يا أستاذ في الأشياء التي تبيعها هذه الشركة؟ هذا ولا لماذا تسألني عن رأي؟ فأنت تعرف رأيي يعني مسبقا. لماذا تريدني أن أقول لك نعم أم لا؟ لأن أشياء يجب أن لا تسألوا عني، أنني لا أجيب عليها، ولا ويعني لست أنا من يسأل، يسألوهم هم، لماذا تسألني أنا؟ فأنا أعطيت نصائح، أعطيت نصائح بسيطة للناس بلغة بسيطة، بلغة عربية. حتى الإخوان عندنا في الشرق كانوا يشتكون من الدارجة المغربية، والآن الحمد لله كل المحاضرات في هذه السنة، كل المحاضرات على فيت تي في كلهم باللغة العربية الفصحى ما أمكن، 95% و97% يعني من العربية الفصحى إن شاء الله. ويعني لا أظن إلا أن يكون الشخص لا يعني عنده مشكل مع الفصحى. إذا كان عنده مشكل مع الفصحى أنا لا أحاسب على هذه الأشياء، إنما اللغة العربية التي قرأناها والتي تعلمناها في هذه، فهذه هي اللغة الفراء، اللغة القرآنية هذه التي نتكلم بها عن الناس إن شاء الله. فهذه النصائح إما أن تطبق أو لا تطبق. أن تطبق فلا يمكن أن لا تحس بتغير في حياتك، لا يمكن. أو لا تطبق فأنت ستبقى على الأدوية وعلى الأطباء وعلى يعني على المحنة، يعني الناس لا ينامون ويحسون بآلام وبسائل هذه إن شاء الله. فأظن أن هذه فقط لإعادة النظر في هذه الأشياء، وفقط لأؤكد على الناس ولشوية أذكرهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأنا أذكر الناس لأن كل النصائح وصلتهم إن شاء الله، وأن يحذروا، ليس النصائح من أي شخص، أن يحذروا النصائح، ليست النصائح تأتي هكذا يعني عمياء يعني في السماء. فالنصائح لها أصحابها ولها أمانتها العلمية ولها الناس يتقون الله قبل أن يخافوا من البشر. الناس يتقون الله أولا في هذه النصيحة لأنها نصيحتهم وصحة الناس، وربما يقع أي 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 مشكل لهؤلاء الناس إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا جميعا إن شاء الله تعالى للصواب. السلام عليكم ورحمة الله.